السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware vSphere 7. النهاردة إن شاء الله هنكمل موضوع إزاي نوفر عندنا ISCAS Storage System أو Shared Storage بتكونكت على الـ S6i عن طريق الـ ISCAS علشان نقدر نطبق الموضوع ده بشكل عام. طبعا إحنا قبل كده شرحنا فكرة الـ ISCAS Component، إيه المكونات بتاعته، والفيديو اللي فات كنا شرحنا ازاي نوفر الايسكاز او الشيرت ستوريج باستخدام الستار ويند سوفت وير. النهارده هنشرح طريقه بديله عن الستار ويند علشان لو في حد مش قادر يستعمل البرنامج ده او مش قادر يوفره، في طريقه تانية يعتبر بدون اي سوفت وير اللي هي باستخدام مايكروسوفت ويندوز سيرفر. حاليا في الويندوز سيرفر، سواء استعملت ويندوز سيرفر 2016 2019 او 2022، متاح حاليا الايسكازي تارجت كرول في الويندوز سيرفر، جاست بس ان انت بتعمل لها انستول. طيب احنا بالظبط اللي عايزين نعمله حاليا ان احنا عايزين نطبق الفكره او الرسمه اللي موجوده قدامنا دي. طبعا زي ما احنا شرحنا قبل كده بالتفصيل، الجزء ده هو الايسكازي ستورج سيستم او الشيرد ستورج اللي عندنا اللي هي بتستعمل الايسكازي كونسبت. طبعا في الواقع العام ليه ده هتكون بقى فيزيكال شيرد ستورج وجواها الهارد ديسك، وهيبقى الهاردات دي هنقسمها لمجموعه من اللانس وتقدر تكون نكت اوفر نتورك للاي 6 اي اللي عندنا، وده الجزء اللي في الاسفل هنا. الجزء ده كده هو ده اللي احنا شرحناه المره فاتت وقلنا ممكن تستعمل هنا برنامج زي الستار ويند، علاش ده بس مجرد للتدريب والمذاكره بس عشان تست الموضوع ده، لان طبعا في صعوبه ان انت تقدر توفر شيرت ستورج ايسكازي. الموضوع طبعا مكلف حتى لو هتجيبها مستخدمه، ومش هنحتاجها الا في كام لاب بس. فطبعا قلنا ممكن تستعمل الستار ويند كسوفت وير، او ممكن تستعمل الفكره اللي هنشرحها دلوقتي ان الجزء ده كله هنستعمل بديل ليه ويندوز سيرفر عندك 2016 2019 او 2022، جاست بس ان انت بتنستول عليه الرول اللي هي الايسكازي تارجت. وبالتالي اللي بيحصل عندنا ان انت تقدر دلوقتي تكريت بداخلها فيرتشوال هارد ديسك، ده اللي هيظهر للاس 6 عندنا كلان، فبالتالي يبقى داتا ستور عندنا. طبعا زي ما قلنا تستعمل ستار ويند، تستعمل الويندوز سيرفر ايسكازي تارجت، ممكن في سوفت وير وسوليوشن كتير تانية تقدر تنفذ بيها او توفر بيها الايسكازي ستورج سيستم زي فري ناس وغيرها من السوفت وير، وفي بعضها مجاني، لكن ده انا بصراحه اللي بفضلهم لان هم ابسطهم، لان احنا مجرد بس ده للتدريب. طبعا في الواقع العملي مش هنستعمل خالص اي شيء من ده. طيب كل اللي احنا بقى محتاجينه عندنا هنا، هندخل على مايكروسوفت ويندوز سيرفر، ده موجود عندنا. طبعا زي ما كنا شرحنا في بداية الكورس ان انت كبري ريكويزت عندك او بنحتاج في ام على ويندوز سيرفر او ويندوز سيرفر رجع حتى لو فيزيكال، ده هيبقى نازل عليها الاكتف دايركتوري والدي ان اس، لان احنا قلنا هنحتاج الاكتف دايركتوري معانا وبنحتاج الدي ان اس برضو معانا. فبالتالي انت ممكن تستعمل نفس الفيرشوال ماشين دي او نفس السيرفر ده ان انت تنستول عليه الايسكازي تارجت بدون ما تحتاج اي مساحات كبيره او كده، جاست بس ان انت يكون في مساحه في الهارد ديسك بتاعه متوفره زي ما هنشوف. طب على فرض ان هو ده بقى السيرفر بتاعنا الويندوز سيرفر، ده طبعا ويندوز سيرفر 2019، كل اللي احنا هنعمله هندخل على السيرفر مانجر ونقول له اد رول، بتضيف رول زي ما يكون الرول دي هي رول الاكتف دايركتوري الدي ان اس دي اتش بي. طبعا الناس اللي في حضراتكم اللي دارسين ويندوز سيرفر يعرفوا من الكلام ده اكتر مني. لما بنيجي هنا في الرول، في رول مشهوره جدا الفايل اند ستورج سيرفيسز، هنفتحها كده في الفايل اند ايسكازي سيرفيس، هنلاقي موجود عندنا الايسكازي تارجت سيرفر. طيب ده هنحتاجه. طبعا في حاجات تانية سيرفيس كتيره رول كتيره احنا اللي محتاجينها في السيناريو بتاعنا الايسكازي تارجت سيرفر، ونقول له نيكست، مش محتاجين اي شيء في الفيتشر، نيكست. لو محتاج يعمل ريبوت، هو يعتبر ما بيحتاجش يعمل ريبوت، لكن برضه نديله وينستول، هيبدا ينستول السيرفيس دي عندنا او الرول بمعنى ادق. طبعا بتاخد ثواني علشان تنستول. احنا الفكره بقى اللي كل اللي هنعملها على ما هو انستول، احنا هنستعمل اللوكال هارد ديسك او الهارد ديسك اللي موجود في الويندوز سيرفر ده، ان ناخد منه جزء، والجزء ده هيبقى اللان عندنا اللي بتستعمل الايسكاز اللي هنضيفها على
الـ A6i بعد كده. فبالتالي لو جينا كده كريتنا فولدر كناحية تنظيمية، بس انت ممكن تكريتها فيها دايركت على طول، ونقول له مثلا virtual images، او زي ما كنا مثلا عاملين في الستار ويند كريتين مثلا virtual storage زي ما تحب يعني، والفولدر بس ده كناحية تنظيمية. خلاص الانستليشن كده دان سكسسفلي، خلاص كده كلوز، مش محتاجين حاجة تانية هنا. طيب ازاي بقى نبدأ نكريت اللان عندنا او الايس كازي لان اللي هتظهر ك نضيفها بعد كده للاس اكس اي كداتا ستور؟ عشان تعمل الموضوع ده برضو من السيرفر مانجر هنا، لو جينا في اللوكال سيرفر بالشكل ده في الفايل اند ستورج سيرفر بيضيف لك هنا الرول اللي اسمها ايس كازي. لو احنا مش منزلين الرول دي ما كانتش هتبقى موجودة، دي على طول في السيرفر مانجر هنا في الفايل سيرفيس، لان في الجزء بتاع الفايل اند ستورج سيرفيسز، فتلاقي عندنا الايس كازي هنا. شوف طبعا فاضيه خالص، هنبدا بقى نكريت اللي هو الايس كازي فيرتشوال ديسك. الفيرتشوال ديسك ده هو يعتبر هيبقى لان هنضيفها للاي 6 اي بعد كده. طبعا ده بعيد تاني، ده فقط للابات يعني انت تستعمله في اللابات، في الريال انفايرمنت لا يفضل خالص ان انت تستعمل حاجه زي كده، لان هيبقى البرفورمانس بطيء بشكل كبير جدا. طيب الفيرتشوال ديسك اللي انكريته ده هيبقى لان، فنقول له كرييت فيرتشوال ديسك فح كده. طبعا هو هنا محدد دوت المكان، هنقول له مثلا براوز كده وندي له مثلا الفولدر اللي احنا احتاجناه. تمام، يبقى هو ده الفولدر اللي هيتكريت فيه الايمجز اللي عندنا. نيكست، النيم هنقول له مثلا لان 01، اي اسم زي ما تحب. تيجي بقى المساحه، طبعا انت ممكن يبقى فيكسد ممكن يبقى دايناميك، مش هيفرق معانا هنا دلوقتي التفاصيل دي. لو قلنا له مثلا هتبقى المساحه بتاعته 15 جيجا مثلا، طبعا في الواقع العملي المفروض اللاند بتبقى مساحات بعدد تيرات كتير، لكن احنا هنا بس كسيموليت الموضوع يكفينا المساحه دي. وهنقول له كده يعتبر هيبقى 15 جيجا. نيكست، طبعا هنقول له نيو ايس كازي تارجت، مش هنستعمل اكزيستنج، احنا لسه كل حاجه عندنا جديده، فهنقول له نيو. نيكست، النيم بقى طبعا احنا ممكن تكريت اكتر من لان، فكناحيه برضو تنظيميه انت ممكن يبقى بتحدد له الاسم، هنقول له برضو لان 01 عشان نبقى عارفينها. هنا بقى الاكسس سيرفر، الاكسس سيرفر دي كنوع من انواع السكيورتي علشان تحدد مين اللي يقدر ياكسس اللان دي. المفروض هنا ايه اللي هنضيفها؟ هنا بتضيف له الاي بيهات بتاعت الاي 6 اي او ممكن الاي كيو ان بتاعها لو هي الايس كازي تارجت او الايس كازي انيشيتور كهاردوير. لو تتذكروا بقى في البرزنتيشن اللي احنا شرحناه في الفيديو قبل اللي فات، قلنا ان انت عندك حاجه اسمها الايس كازي انيشيتور، ده اللي بيكون على مستوى الاي 6 اي، ده ممكن يكون هاردوير او سوفت وير. هاردوير يبقى بيكون لي سيريال كده حاجه اسمها اي كيو ان، انما لو شغال سوفت وير يعني على شيرنج مع كروت النتورك العاديه، فانت ممكن هنا تحدد التارج الانيشيتور بقى اللي هو المكان اللي هيستعمل اللان دي، ان هو ممكن نضيفه بالدي ان اس او الاي بي. يعني انا ممكن اجي هنا اقول له مثلا ايه الاي 6 اي مثلا 192.168.100. مثلا 111، ومثلا في برضو عندنا مثلا اي 6 اي 112 اللي هي الاي 6 اي اللي عندك بقى زي ما تحب، دول يقدروا ياكسسوا. عندك اي 6 اي ثالث رابع خامس ضيف زي ما تحب، مفيش ايه اي مشكله. ده كده يبقى انت بتحدد ايه اللي يقدر يضاف هنا، يعني كعمليه ايه نقدر نقول بديله عن عمليه الاوثنتيكيشن كيوزر نيم وباسورد، مع ان الخطوه اللي جايه انت تقدر برضو يبقى فيه اوثنتيكيشن يوزر نيم وباسورد، لكن في حاله الاي 6 اي ما بنستعملش ان يكون. يعني لو عملنا نيكست كده هنا مش محتاجين ان احنا نستعمل اوثنتيكيشن. طبعا هنا بقى كتفاصيل في اللي هو بيستعمل التشاب اللي هي تشالنج اند تشيك اوثنتيكيشن بروتوكول، دي بقى تفاصيل ما تفرقش معانا خالص ولا هنحتاجها احنا في السيناريوهات بتاعتنا. طيب في الحاله دي احنا مش هنستعمل يوزر نيم وباسورد في الاوثنتيكيشن، عندي لاب مش محتاجين يكون عندنا اكتر من ليفل في السكيورتي. كده خلاص احنا كريتنا يعتبر دي كل التفاصيل. لو قلنا له كريت هيبدا يكريت لي دلوقتي الايه كرييت ايس كازي تارجت. شوف على طول طبعا خلصت على طول لان المساحه صغيره، المساحه لو اكبر شويه هتاخد وقت اكتر شويه.
هنا كرييت الايس كازي فيرتشوال ديسك، الديسك الجاري اللي هو 15 جيجا، كرييت التارجت، التارجت بتاعنا ايه اللي هو يعتبر الويندوز سيرفر ده، هو ده التارجت بتاعنا باللان، سيت التارجت اكسس ده حدد لنا مين اللي يقدر ياكسس الاي اس، مين يقدر ياكسس اللان دي اللي هو الهوست اللي هو 111 و112 اللي احنا ضفناه، وحددنا والديسك اللي فيه. المفروض لو قلنا له كده كلوز ادى الديسك عندنا اتكريت، وهنا تحت اهوت ده بقى التارجت اي كيو ان، هنا اللي هو النيم كامل، يعني هتلاقي الاي كيو ان داش الاسم ده، حتى هتلاقي مكتوب مايكروسوفت اف تي بي اس كذا لان 01. ليه؟ لان هو ده بيكون الاي كيو ان ده من ناحيه الاي 6 اي ومن ناحيه الاي سكازي ستورج سيستم نفسه، عشان ده لو حابب تضيف زي ما هنشوف بعد كده، يعني تحدد او تضيف لان معينه زي ما نشوف بعد كده، انت ممكن تضيفها مانيوال او دايناميك، كل مجرد ما هديله الاي بي بتاع الويندوز سيرفر ده او الستار ويند او اللي هو الشيرت ستورج او الايس كاز ستورج سيستم ايا كان بقى المسمى وبتستخدم ايه، لو قلت له دايناميك تديله الاي بي يديك ليست بكل اللان اللي موجوده. المفروض دلوقتي لو رحنا هنا على الفولدر اللي احنا مكريتينه اهو، كريت لنا برضو ايمج مساحه اسمها لان 01، هنلاحظ هنا الجميل ان هو المساحه بتاعتنا يعتبر باديه بحوالي 4 ميجا. ليه؟ لان احنا كنا عاملينه فيكسد ان هو يستخدم ده بالظبط زي الثين بروفيجننج كده في الـ في الـ في, الـ في الديسك على مستوى الفيرتشوال ماشين، هو هنا بيستخدم بس المساحه اللي احنا استفدنا منها. المفروض بعد كده اللان دي لو ضفناها للاي 6 اي او استخدمناها مع اي انيشيتور يعني، وبدينا نحط عليها داتا بقى كفيرتشوال ماشين او ملفاتها وغيرها، تبدا المساحه تكبر معانا. تكبر لغايه كام؟ لغايه ال 15 جيجا، لان احنا محددين له هنا كام السايز اهو 15 جيجا. ده كده الايه الشكل بتاعه. حتى الان هتلاحظ تحت ان هو يقول لك ايه التارجت سيت نوت كونكت، لان مفيش اي حاجه مستعمله حتى الان اللان دي كده. اللان بتاعتنا جاهزه عن طريق استخدام الويندوز سيرفر اي سكازي تارجت، جاهزه عادي خالص ان انت بقى تبدا تضيفها او تعرفها على الاس اكس اي، وده طبعا اللي احنا هنشوفه الفيديو الجاي ان شاء الله. يبقى حاليا احنا شرحنا هنا في الاي سكازي طريقتين، ان انت تقدر توفر اي سكازي تارجت هنا لو يعتبر كشيرد ستورج او ايس كاز ستورج سيستم او شيرد ستورج، بتقول بقى ما تدخل في تفاصيل وندور على حاجه هاردوير وفيزيكال او الكلام ده، لا الموضوع عندنا بكل بساطه بقى للامكانيات تقدر تستعمله سواء على ستار ويند سواء على ويندوز سيرفر، الطريقتين متاحين هيدونا نفس النتيجه في الاخر بكل بساطه. احنا محتاجين في الاول وفي الاخر عشان نكمل باقي المواضيع بتاعتنا اللي بعد كده، لان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في بعض المواضيع كبري ريكويزيت بالنسبه لان يكون عندك داتا ستور شيرد ما بين اكتر من اس اكس اي، يعني لان منضاف على اكتر من اس اكس اي، فبالتالي ده نقطه مهمه جدا ان انت لازم تتدرب على اللاب ده كويس وتوفره. ده كده كان موضوعنا النهارده، وان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح بقى ازاي نعرف اللان اللي احنا كريتناها دي على اس اكس اي او اكتر. السلام عليكم.